مرحبا رجعنا لكم في ساعتنا الثانية للأربعة ونص. الرحلة مكملة يواصل فيها القيادة بلنس منصور بن سعيد نجم قناة التاسعة ناصر البدوي رجل الكواليس السياسي لوغرون برهان بسيس الجميلة والأنيقة عم الجاي يستناه في عمل جديد للعملاق عبد الحميد بوشناق سونيا الدهماني كبيرة الفن والفنانين كسرة الجميع بالأرقام القياسية سندريلا وميمة العياري والابن المدلل للحوار والإذاعة إي إف إم لوبوغوز ياد المكي. كيفاش تو واحد في رمضان كيصوم سي برهان يضعاف ولا وميمة زادت 4 كيلو ورامي زاد 7 كيلو والله العظيم والله إن شاء الله ربي يتقبل الصيام والقيام. أنا الحقيقة يا رفيق ما عنديش أنا كالجو يا زيد أشرب شربة وبريكة وسلطة وصبح على خير. أنا من الله أكبر لله أكبر نبدأ ناكل والله العظيم نحب الماكلة صح الحقيقة ما ناخذوكش بالعين أما بريمور بحف فواد يا فواد خلي طاولة ثلاثة طاولة اللوح فما فما عذة سا سي لا وأون بليس تعمل في ذيك قدام بوه وأمه مش حتى كلي في دارهم وحدة قدام العائلة هو مسكين راه يبلع ويغص ما نحبش نحكي عائلة كلي هما ثمانية غير ربع يكملوا العشاء هما من ال 11 وهم مازالين خاصة أم فواد ثلاثة مرات تدخل الكوجينة طيب امبوسيبل في النهار في وسط الليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما نحبش ندخل في الأمور العائلية أما قبيلة عصيت على تسيخة من لوتة زرقاء قلت له شبيها دعابة جاية لو يدي يا حاج قال لي راجلي بدي يضرب فيا على ساقي من لوتة حلوة يا حاج حلوة 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 الدعابة ولا لا جميلة والله جميلة يلا سيدي نمر نمشيو للبوكس نيوز الأخبار المواليه بعد رئيس الجمهوريه نحكيو على الاجراءات مش نحكيكم على الاجراءات اللي نورمالمون نبداو من نهار لحد في الحجر الصحي الشامل ولكن مش الناس الكل طبقت الاجراءات هذه منهم باغ اكزومبل تجار سوق الحوت باب الجبلي من ولايه صفاقس اللي نهار لحد خلعوا ابواب السوق واستأنفوا نشاطهم العادي مخالفين كل الاجراءات اجراءات الحجر الصحي الشامل فما زاد في سيدي بوزيد شفنا زاد الناس فما الحركة عادية الناس تقضي وناس حال أحوانتها في برشا بلايس يا رفيق في تونس كان الحجر الصحي ماهوش مطبقينه زيدا شفنا المهدية الاحتفالات اللي صارت بعد بعد ما الفريق متاحهم ربح برشا تفاعل من عند تونسا واللي كتب وقال هذه نتيجة الإجراءات اللي تاخذوهم في آخر وقت فما اللي قال تونسا ماهيش على ذمتكم انتوما باش هاكم مرة تسكروا هاكم مرة تحلوا مثلا زيدا محسن مرزوق اللي تفاعل وكتب قال والله ما تحشموا انتوما مسؤولين الغلبة اللي في سياستكم الحجر الصحي سمحتوا بحل الفضائيات التجارية الكبرى اللي هي فضائيات مغلقة مناسبة للفيروس وسكرتوا الأسواق المفتوحة اللي فيها هي أكثر ضمانات صحية وأقل مخاطر الفرق أنه المساحات الكبرى عندها شكون يدافع عليها والجماعة الأخرين التجار الصغار والمتوسطين تتبربوا عليهم وتحرموهم من رزقهم نقطة تاع الفضائيات التجارية الكبرى كيما حليتهم حل الأسواق يا أخي علاش تحرم الناس معناها واحد براوتي عنده برويته في سوق ولا عنده نسبة ولا كذا علاش تحرمهم خليهم معناها العباد تخدم بما أنه نحكيه على ماكلة نحكيه على مواد غذائية علاش معناها أنا كان باش نراعي معناها كان باش نخدم عاد الوقت تسكر الواحد التجارية عندهم فلوس ينجموا يخلصوا ثلاثة أربع أيام وكل خدام وكذا ونعاولوا على رؤوس الأموال ونجموا ويعاونوا كذا كي نسكر السوق اللي هي محلوله كي حليت المساحات التجاريه الكبرى تحل نورمالمون الاسواق فما حاله من مش فاهمه حتى البوليسيين في الكيس تحسهم يكبسوا بعد يعمل لك يتغلب يرخف يخرجوا له 3000 يحتفلوا بفريق طلع ولا فريق ما طاحش ولا كذا شو تحب يحكي معه مش محطوطه في المنظومه معناها نتاع الخدمه نتاعو والكلام نتاع رئيس الحكومه ورئيس الحكومه حي تضامن هذاك على روحك البارح فيديو معناها بربي هو احلى ما قريت وضحكني في الويكاند هكا اللي حيث هذا من اوكي بيبي الزهروني اكيد لكم عندهم الحق عندهم الحق في حاجات اللي ما عندهمش حق السياسيين اللي فشلوا قبل ولا قاعدين فاشلين توا مش نحكي على ثاني جبتهم توا في الكومنتير مثلا محسن مرزوق كومنتير صحيح في علاقه بالفضائيات التجاريه السياسيين اللي لوجوا في بقعه نتاع موقع اليوم بدفعان الناس للخروج وكذا
يبيه قرارات كي ما جيتش وجيت متاخره ما تقعد ديما صحيحه ولكن متاخره في عوض ركرنا منعنا 100000 باش منعوا كان 70000 تو ولكن تقعد قرارات صحيحه ما نجم منعنا كان الحجر تخرجوا في العباد للشارع شنو فسرونا الناس اللي تدعو للناس وخرجوا وكا هو كان عينوا المشيشي راهو من وقتها وراهو كذا اي باه من بعد تصرف عليه انت كي ما لقاش اكسجين وتخلي الكلينيك تهزو انت للسبيطار ناصر انا حبيت نقول حجر وفما تو حكيت على باب الجيب لي سوق تعرف يزمك شنو معناتها حوت المالح في صفاقس وفما ناس راهي تشري بالملايين ستوك نتاع حوت مالح باش تعمل بيه الحوت المالح والشرموله باش تنجم تبيعه في العيد اليوم انت الستوك هذاك كي ما يبيعوش توا في فتره العيد وقتاش باش يبيعوا راهو اليوم مشكله انه القرارات ياخذوها من غير ما يعرفوا الناس هذوك شنو هما ليزونجاجمون اللي عندهم وشنو هو كيفاش مكمل اموره كيفاش ماخذ فلوسه كيفاش معناتها راهو مشكلتهم الكبيره ما عندهم حتى وعي بالشعب. بون محلنا راهو المنطقه نتاع عادات واستانسنا بالشرموله والحوت الواحد واستانسنا بالزبادي التاجر وقت اللي يعمل استوكاج نتاع حوت مالح على خاطر الحوت المالح مش كما الحوت العادي نجم يصبر ونجم كيفاش نعملوا كيفاش ناخذوا قرارات يا اخي زاد تنظروا على مسؤولين ايش خذوا لي قرارات مش نستنى ناس فرد سامحني نعلم قبل بثلاث ايام يا رفيق هذيك قرارات اللجنه اي شنو نعمل نعلم قبل بثلاث ايام فما عباد لازم تدفع فاتوره يا اخي بوريس جونسون كي قال الفنانين بدلوا صنعه الاخر كي قال لهم كلكم رانا باش نموتوا ايش بكم تقبلوهم من عندهم ايش ندافع على الحكومه راو من افشل ما راينا اوكي ولكن ثم منطق تبداو قاعدين تنظروا وتحطوا في لي زوبستاكل تحطوا في لي زوبستاكل لا هنا ما تنجمش هنا الاسواق هنا كذا وبعد انتم تخرجوا للشارع شوفوا كل فوضى شوفوا كل حاله تو هذه بلاد فيها كورونا يعطيونا قرارات منطقيه كي تتعب المستشفيات من ولا قتلونا ما الحجر قتلونا من بعد قتلونا بالماكله شنو نعمل ربي لحظه رفي خلينا نحكي يا برهان انت يا خويا على الراس والعين نعملوا حجر شامل جمعه يا خويا اعلمني قبل باربع ايام قبل بجمعه قول لي مدات هذيا الدات هذيا راهو البلاد باش تسكر راهو المرشيات باش يسكروا مش انت تجي تهبط لي بيان تقول لي ليله صلاله تقول لي المرشيات باش تخدموا الخضره والمواد الغذائيه يقعدوا يخدموا وانا في الليل تحلي المرشي دوغرو نمشي نتبقت في سلعه زوز ملايين و500 3 ملايين ومن غد وانا كي نجيب لك السلعه باش نصب بيها تقول لي لا تو انت امبارح قبل بليله حلل لي وهبط لي بيان قلت لي المواد الغذائيه اليوم راهو مرشي سيدي البحري كارثه العباد ترهن تعرف معناتها انت تجي خضرت مسو في 5 ملايين 4 ملايين فلست راهو معكش راهو 4 ملايين راهو يقعد يعلم به ربي كيفاش باش يلم العباد فلست رفيق شنيا معناتها راس الشهر باش يدخلوا الحبس هذوما كيفاش وفما الكورونا الاولى عباد دخلت الحبس وين البنوك اللي قالوا 3 شهور باش يوخروا في القروض ما وخروا شيء يعطيني حل في هذوما من بعد جاوب زوز حاجات اللي فيها الاخطاء هذه بطبيعه نجاوبك مانيش انا نتخبس بالحكومه ما باش نقول لك في تقديري زوز حاجات في الغلط هذايا اللي هو كما قال رفيق التمييز في قصه بيع المواد الغذائيه، المواد الغذائيه اللي بالنسبه للحجر الصحي استحفظنا على وجودها وامنا وجودها، علاه تستحفظ عليها في المساحات التجاريه الكبرى وتوقفها في الاسواق. على خاطر هذاك اللوبي نتاع الموارد وتوقفها في الاسواق، هذه غلطه كبيره ان اليوم اسواق مسكره، مرشي سيدي البحري وغير مرشي باب الجبلي، بيعان الحوت، بيعان الواحد، انت حليتها في المساحات التجاريه ما فماش علاش تسكرها في الاسواق اللي موجوده والمنتصبه بشكل قانوني وبشكل عارفين والعباد كانت تنجم انك تكثف الرقابه من تطبيق البروتوكول الصحي بالدخول بالبافيت خير من اللي تنزل القوة العامة وتسكر الأسواق هذية وتحصل الخسائر من النوع اللي تحكي عليها هي. ثاني حاجة الكبيرة قصة المرافقة الاجتماعية اللي بقات ناقصة في قرارات الحكومة. هي الحكومة هذه ايش تقول لك؟ تقول لك راهو تعملت راهو كنت نجم نكذب راهو. تقول لك راهو قبل تعملت قرارات تاع مرافقة اجتماعية أما حصل منها حتى شيء. ما حصل منها والو شيكات تاجيل منحه 200 دينار درشليه كل البروتوكولات الكل اللي سمعنا بها ما فما حد شيء نجم اقولها لكن انا كنت اعتقد ان كانت نجم تعمل حاجات تقولهم وتنفذهم ايضا يا خويا مرحله الجمعه هذه والجمعتين هذه ما معنى بنوك محلوله باش تخدم كل العمليات الصرف بما فيها الشيكات الهابطه بمعنى شيكات هابطه كيما يقول لك توا خضار ومشى وشرى و6000 واحد خفف على العباد في الجانب هذا يا خويا الاسبوع هذا الاسبوعين هذوما جمعتين بلا شيكات يا خويا على العباد يا اخي مالي القهاوي ومالي الاحوانه نتاع الملابس الجاهزه مشكلتهم شنو مشكلة شيكات يا خويا نسقوا مع البنوك الناس كل نهزوا مع بعضنا وظل القفه انا توا فما اعفاء مده جمعتين العباد ما خدمتش
بالتالي كذا راهو لا لي دارة تتفاعل في الحكايات هذه، الناس تبدا تحاسب فيك باللي ديلي وكان الوضع عادي، راهو وضع استثنائي البنوك تهز مع العباد وذين القفه خويا العزيز، هذايا بتوجيه من الحكومه والبنك المركزي. والله يا بول دوناج في تونس تمشي وتكبر، اش معناها؟ شوفوا الامن مساكن توا انا جاي وقفوني اربعه راهو، لكن اللي الامن ولا مبهذل رفيق، مش عارف روحه وش يعمل، مش عارف روحه وش باش يقول لك، من اللي يطلبك لا يوقفك خويا وين ما هذه صوره كاريكاتوريه لما يحدث في تونس. الامن مبهذل، علاش مبهذل؟ شكون مبهذل به؟ هي الدوله. تقول لي شنو هي القرارات تاخذ؟ ناخذ قرار، كان انا يدي مش مرتعشه ناخذ قرار ونعلمك قبل ب 15 يوم، يا سيدي راهو من نهار فلاني، نهار فلاني باش نسكروا. خويا شنو ذنب الحلاق نتاع حومتي انا اللي هو هذيا الميسره نتاعو ثلاث ايام هذوما هكا يخدم تاو بالسرقه؟ موافقني ولا مش موافقني؟ شنو ذنبه؟ شنو عمل له الحلاق؟ نعم شنو عمل له الحلاق؟ الحلاق تقول له شنو يولي هو؟ هو تاو الوسائل الاتصال ولا تسال؟ يتصل بالحرفه نتاعو، يا سيدي رانا ولا انت تعرف من غير ما تتصل راني مسكر النهار الفلاني النهار الفلاني، انا باش نهز ولدي ليله العيد ثلاث ايام هذوما نولي نهزه قبل. الحلول موجوده لو تتخذ القرارات في الاوقات المناسبه. مش سهله. نعم؟ وقت اللي انت في حرب كيما فما حرب بسلاح فما جنود باش تستشهد، علاش هما يموتوا واحنا عايشين في الكليماتيزور؟ يا اخي تو جنودنا اللي في الشعام يا اخي زايد عليهم انا، تما هما رجال واحنا رجال، يا ولا هما رجل منا معناها، هما يموتوا كيف 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 فما حرب وفما قرارات فما ناس باش تدفع ثمن، الله غالب، قلبي دم عليهم ولكن الله غالب، ما نجمش سينو ما تنجمش تاخذ قرار، ما تنجمش باش تردي الخضار والحجام والتكسيس والبناء والقهواجي والقهواجي واللواجيست ومتاع الترينو ومتاع ما تنجمش الكل باش ترضيهم، ما تنجمش، ما مستحيل من سبع المستحيلات، لازم تجي في دوله فقيره راه في دوله غير قادره انها تعطي اعانه ب 50 دينار، في دوله غير قادره انها تفرض سلطتها على حتى شيء، على حتى شيء، على حتى مؤسسه، على حتى وسينو القرارات اللي قال عليهم برهان تو يا اخي ما بجره قلم يتعاملوا كان جينا في ديكتاتوريه، ولكن اليوم كل شيء اقوى من الدوله. دونك في هالظروف هذه على قد ما ننقضوا في هالدوله وفي الحكومه وفي تفوريخ المسؤولين رئيس مجلس نواب ورئيس حكومه ورئيس دوله واللي تحبوا عليه الكل، على قد ما كي تتخذ القرارات نسكتوا نعرفوا انه فما ناس باش تدفع الفاتوره والله غالب. اوكي سونيا. باهي فيما يتعلق بالوضع هذا وهذه الدوله الغير قادره اني تنفذ قراراتها. انا خوفي كل الخوف انه هالاسبوع هذايا اللي تقرر بجره قلم يكون باش يتسبب في المتاعب هذه الكل اللي كنا نحكيو عليهم بدون نجاعه، لسبب بسيط، لانه النجاعه اللي تقررت علميا واللي ثبتت علميا انه يلزم ثلاثه اسابيع باش الكورب تعبط. اذا كان انت باش تعمل اسبوع فقط ومن غير ما تنجم تطبقوا فعليا، على خاطر فما ناس ديكونيكتي ومقررين ما همش باش يسمعوك، خاطر انت غير قادر انك تنفذ. شنو هي الفائده منه اذا كان باش تعمل هالاسبوع هذا اللي هو نص نص؟ شطر الشعب حاقرك، بالعربي شطر الشعب راهو حاقرك، ملاحظ اباغ معناها بعض الاحياء في العاصمه معروفين اللي قاعدين يطبقوا بليز وموا في الكوفرفو والحشر الشامل، تقريبا معناها مدن كامله ماهيش معدل عليك. اذا كان انت باش تتسبب في هالمضره هذه الكل من غير نجاعه ومن غير انك تطبق بالحق ما ثبت علمنا ان لازم ثلاثه اسابيع باش نهبطوا في الكوب، سا سيغا غيان، سا سيغا غيان. واحنا اليوم اصبحنا جمعه تنجم تبصر بي شويه طب مش لا 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 طب مش انا قريتها في اكثر من يقول لك بالحق باش تنجم تنزل في الكوب اللي احنا تو نحلقوا في المياواش لازم ثلاثه اسابيع. وانا قريت طب يقول لك جمعه مش التوب ولكن خير تبصر بي شويه تمرتي شويه ترجع نجموا نعاودوا نتنايي ما يتنفسوا شويه للسبيتارات يا سامي نحكيو راهو سور لا لون سور لو لون تيرم راك ما يسموش لو لون تيرم لو لون تيرم راهو هذا كل كارثه راهو هذا اش قاعد نقول لك انت تعمل في نص حل اللي ماهوش باش يكون ناجح في النقطه هذه انا ما نوافقكش خاطر وقت اللي عندي انا السبيتارات الفروشات المعبيه في عوض عندي 100 اليوم فرش عندي 140
80 لا بعد اسبوع يتيحوا سونيا بعد اسبوع يتيحوا شويه يرجعوا ل 80 وبعد يعاودوا ديماريو نتنفس انا شويه فانت ذا ربي يرحمنا قاعدين يجريوا بالجمعه والله راه ليس دفاعا عن الحكومه اما مريض حتى واحد انا جاي نقد وعطى حلول قال هاو كذا كلها تعيط كلها كذا والزوالي والنواب الغلبه والمعارضه وغيره المشكله اللي تصايب مع البطيخ بوندون دي موا اذا هي المشكله راه عندنا فلوس المشكله صايبت مع سونيا اونيي اليوم تو انت ولدك ما قراش على روحه وخرج من القرايه نقعدوا نتعاركوا عليه خرج من القرايه ولا نشوفوا له مستقبله تكوين مهني ولا كذا هوني اليوم في وسطها احنا العباد قاعده تموت وانا باش نقول اي عبير موسي خرجت والغنوشي خرج بالمظاهره يا رفيق ما عندناش فلوس اما عندنا مؤسسات بنكيه وقلناها مليون مره من الكورونا من عام ناول كان من المفروض ان المؤسسات البنكيه اللي هي مغوصه راهي المؤسسات البنكيه مغوصه كان من المفروض اني تقف في الازمه هذيا قلنا راهو المؤسسات والعباد اللي انهاروا المؤسسات انهاروا كان من المفروض أن المؤسسات البنكية تقف معهم وتعطي قروض بضمان الدولة كانت تنجم الدولة وهذا اللي تعمل في الكثير من الدول تعطي القروض بضمان الدولة المؤسسة هذه ما خلصتش القرض متاعها الدولة هي الضامن تعملت في برشا دول أحنا زيرو قرارات زيرو مشروع زيرو حتى شيء سي لو فيد انترسيديرال فصل صغير ونرجع لكم بعد شويه نحكيوا على الحادثه اللي هزت الراي العام تونسي قتل مريته في رمضان ليلة عيد على خاطر تعاركوا بالفرد بكرتوشه هو عاون امن ولا في الحرس الحزين انه مرته شكيت به وقبل 24 ساعه اسقطت حقها في التتبع فكافئها بالموت نعود بعد الفصل ماذا 23 دقيقة نمشيو كما قلت الأخبار اللي أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فاجعة هزت الرأي العام في تونس مش متعودين بالرأي بالنوع الجرائم الذوبة وسلاح وسلاح بتاع أمني ما نسمع فيهم في أمريكا في العادة يصيروا في كندا مش في تونس التفاصيل جينا من كيف ديجا تصويرة قاعدة تدور على الفيسبوك اسمها رفقة شيرني هير نيم از رفقة شيرني معناها تعبير عن غضبهم على العنف المسلط ضد المرأة لين وصلت رفقة شيرني توفيت بسبب العنف هذا وكما قلت انت رفيق اللي هي كانت بلغت على رجلها وشكيت به اللي هو يعنفه ولكن اسقطت التتبع العدلي باش ترجع رفقة مرة أخرى بحث رجلها نحكي لكم التفاصيل صارت نهار الأحد 9 مايو 2021 عمرها 26 سنة وتوفيت بالمستشفى الجهوي بالكيف متأثرة بإصابتها بعد أن تعرضت لعدد من الطلقات النارية من مسدس زوجها اللي يعمل بسلك الحرس الوطني وسبب خلاف عائلي برشا التفاعل من عند التوينسا والغريب اللي فما شكون يدافع على رجلها اللي يقول ما كرهيش حتى هو زاد مروح على اعصابه حقها سكتت علاش توتر له في اعصابه كنت شفت انت زاد الكومنتير هذا رفيق وفم والله بالحق فما ناس هكا علاش نسيه وصل روحهم هكا تعرف رجلها على اعصابه ستريس ورمضان هو يخدم بوليس ويعلم به ربي الله يرحمها ما كرهيش لطفي يا ربي فما اللي كتب وانا نوافق الكومنتير هذا قال كي بنتك تشكيلك من عنف رجلها وتقولها بنيتي هني على روحك بيناتكم صغيرات نجم تقتلها كي اختك تشكيلك من عنف رجلها وتقولها عادي رجلك يحبك يضربك ويضرب عليك تنجم تقتلها كي صديقتك تفرغلك قلبها وتقولك ما وحتى انت وسع بالك معاه وسيس ومسكين تعب من الخدمه راك زاده تنجم تقتلها ربي يرحمها وينعمها ويجعل مصيرها الجنة إن شاء الله يا ربي صغيرة مسكينة تخسفت سلاح بوليس ما نعرفش شنو نعلقوا برين مش السلاح اللي يروحوا به مش سلاح بركة لا السلاح اللي يروحوا به باش يحمي روحه زاد السلاح ينجم يكون مستهدف يسكن في الكيف ويسكن في ربع ذاش بوليت وغيره كذا باش تحامي عليه أنت كي سات فوق الإرهابيين ما تدوجوا في الصدافة حرس والأمن لازم يروح بسلاح هذاك الموضوع أنا معاه هذاك عليه بربي الركوب هذايا توا هي أحسن شيء أن تكون منطلق لحملة ضد العنف ضد النساء راهو العنف ضد النساء في بلادنا راهي مازال ظاهرة مش مازال ظاهرة مستفحة صحيح القوانين في تونس معناها قوانين حدثية وتقدمية في حقوق المرأة لكن واقع الممارسة يأكد كما قالت سونيا أن ظاهرة مستفحلة العنف عموما العنف ضد النساء خصوصا الاستضعاف والاستسهال تاع العنف رغم كما قلنا ترسانة القوانين وداخل مراكز الشرطه نعم اللي احنا عندنا قانون عندنا قانون 2017 قانون مكاتب خاصه معناها لمواجهه ظاهره العنف هذه اليوم على الاقل الحمله هذه الموجوده حمله ايجابيه نحيل فيها الانتباه
الى هالظاهره الاختيره اللي لازمنا نتصدوا لها الناس الكل، واللي نجم تصير في دار نتاع حرس كما تنجم تصير في دار نتاع محامي، كما تنجم تصير في دار نتاع استاذ جامعي، كما تنجم تصير في دار اعلامي، كما تنجم تصير في دار الفئات الاجتماعيه الكل. خاطر لهنا فما جماعه بدات تتلمح وكالعاده، ورجعنا لقصه البوليس والحرس ودرشني والحكايه هذه. خلينا مركزين، العنف ضد المراه خط احمر يلزمنا نفعلوا ترسانه القوانين هذه، مش فقط في جانب القانوني النظري، في الواقع. خاطر ثقافتنا في الحقيقه تو نجم نعطيه من هنا لبعض غدوه دروس. ياسر فما استسهال يمشي للعنف، فما استسهال الذهاب للعنف ضد تمشي للفرد يا برهان. انا راني وليت ما تقولش حبته، وليت الريزوني. انا قلت كي هو ظلام ولا بهيم لابس الحوايج توسكو تو فو ضربها دزها عمل حاجه، مشي الفرد شو يقتلها. وليت نحكي مش عاد مش هكاك راهي. لا سوني راني نحكي هكاك معناها مش صحيح. راهو فرد راهو عبد. لا ما فهمتيش شنو نقصد. فما شكون اختل بسكينه، فما شكون ذبح وقطع، فما شكون عمل كذا. لا يا ولدي راهو قبل الفرد، راهو المشكله مش في الفرد، المشكله في اللي قبل للفرد. كيفاش وصل للفرد؟ راهي بديت بكف، راهي الحكايه قصه الزويز هذوما اللي انا ما نعرفهمش، هي الله يرحمها، راهي بديت بمجرد كف، مجرد كف. خاطر في المخيل نتاعنا خي هوش عمل لها تي دزها ولا عطاها كف، هي بديت بالدزه، بديت بالكف. وقت اللي تقف على تقف تتسامح، تتسامح مع الدزه ومع الكف، راهو بعد هذاك تجي تريحه، بعد تجي الدقديقه، ومن بعد تجي اللي يدخلها للسبيطار، ومن بعد يجي اللي يدغرها، ربما تنمع ربما تموت، بعد اللي يجي اللي يقصها تروف تروف ويدفنها. وجاء هذايا اليوم الصادمه، الشيء الصادم انه فرغ فيها فرد. انا مشكلتي مع اللي خلاوها توصل الوضعيه هذيك، مشكلتي مع العائله اللي هني على روحك هني على روحك، مشكلتي مع الامن اللي تمشي له، مع الامن اللي تمشي له باش شنو اللي خلاها تسحب شكايتها. هذه امراه مشات تفرفت، قدمت شكايه من اجل العنف، البريسيون اللي تتعمل عليها وما نشاطركش الراي، خاطر وقت اللي يبدا امني في الـ في الـ في اللعبه برهان، كون متاكد اللي البريز اون شارج الامنيه ما كانتش في المستوى المطلوب، خاطر كي يبدا زميل متورط نعملوا كل شيء في بربي ويزي وندرش، البريسيون تقوى عليها، تحس روحها محاصره، محاصره من العائله، وماهيش باش تلقى حقها، وتلقى روحها راس راس هي والجلاد. وقت اللي تلقى روحها راس راس هي والجلاد بعد 48 ساعه على خاطر هزه نتاع حاجب، ولا على خاطر نطره، ولا على خاطر الله محامي زملائه ما يعملوش البريسيون على مرت المحامي، ما عندهمش بوفوار، ما عندهمش بوفوار سيمبوليك في الجانب هذا. ما تنجمش تكون طريحه من عند قاضي، تكون طريحه من عند اعلامي. القاضي عنده بوفوار، ما نجموش نعملوا للواحد ماكش فاهم يا برهان. كم الانحرافات والتجاوزات اللي عملوها اعلاميين في حياتهم الشخصيه ويعملوا البريسيون. يا ولدي البريسيون تتعمل من عند الناس الكل، اما انا نحكي لك الكل باش ياخذ الشكايه. بوليس سوني تحب تقول لك بوليس في بوليس تمشي للقضاء. ريت انت مثلا عملها اعلامي باش يكلم شكون، باش يكلم له شكون، باش يمشي للبحاث، باش كذا تمشي للقضاء، باش يبعثها للبحاث بوليس في بوليس، القضاء باش يبعثها للبحاث. انا سؤالي عندهم صغاره؟ والله ما نعرف، معناها قاعد نهز نقول يا ربي كان ان شاء الله يكون ما عندهمش صغار، ان شاء الله ان شاء الله يكون ربي ما عطاهمش صغار ان شاء الله. الام ميتة وابو في الحبس، الام في 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 القبر والبو في الحبس ليله عيد. والله امنيتي نعرف شنو العركه، بربي نداي جه ربي، كل امراه كل امراه اهرب بجلدك من الكف الاول، اهرب بجلدك من الكف الاول. عندها ولاد هكا تقولنا المعدة ربي يصبر. هي 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 العنوان الكبير عنف ضد النساء. اما راهو ما يخفيش علينا المشهد الجوهري مجتمع مريض، مجتمع مريض. انا فما جريمه اخرى هي قاعده في المهموته ماشيه في الواحد، وهي تحكي على ازمه البلاد هذه، ازمه المرض اللي قاعد ينخر فينا من الحقد الصغير على الفيسبوك حتى للقتل. الجريمه بتاع العقبه طلع الوليد قتل حرض على قتلين بو، الولد حرض على قتلين بو، هذايا زوج قتل مرته، والاخر الوليد قتل بو على خاطر البو كان باش يعرف بامراه اخرى، يعرف بامراه اخرى. معناها بو ما نستقبوش، ما نستبقوش التحقيقات، لكن هذه هي العناصر الاوليه للتحقيق. الوليد موقف توا هو بتهم قتلين بو. يا رفيق في الكلام برهان، خاطر بعد لو تثبت براءته ونكونوا حتى يا سيدي ان شاء الله. ليه اما توا التحقيقات اللي قاعده خارجه والاعلام وقفوا هو ومرته، انتم كسيد الوليد الوليد احتفظوا به. لا اله الا الله، ما نجموش نشوفوا اخر الدنيا كان ناخذوا لك. خليني في الحادثه نتاع كيف، شنو اللي يخلي راجل عنده بنيه من امراه مهما قالت له، مهما يكرهها، مهما يودي تخلش يلقاها هي وراجل
في الف... شو مش يكرهها مش يكرهها يعني مشيت للتوب خل القاعة هي وراجل تخون فيه فرد روح أم ولدك أم ولدك معناها ولدك كل يوم مش يقول ماما مش يقولوا لي راه قتلها أبوك ماما ما ينجمش يشوفها ما عنده لا بو لا ولد لا إله إلا الله محمد رسول الله والبو والرفيق عندنا خبر أخير نمشيو لكويس رفيق يزي سمراء سمراء شوية سمراء سمراء لقتيسي سمراء اللي فاجئنا بسمراء على الانستغرام وهو في دبي يستغيث ويطالب السلطات التونسية بالتدخل العاجل لتفادي تصفيته الجسدية. خلينا نسمع شنو قال. توين زراني في دبي حصروا فاير سلاح أربع مرات شوي لموت ألبان وهنود تعرف شنو تعبوني ريت ندور على سقايا من الصباح وما يتبعوا فاير بسلاح تعرف للشرطة سمعتني ما سمعني حتى واحد حتى في المطار باش نمشي باش يطيحوني علاش مانيش عارف على شنو فماش تويسه فماش اربع كراب خمسة كراب يوصلوني المطار هنا علاش ويني تونس وين تونس ساكن في بعضنا كهو وين هي تونس سمير الوفي هو بيدو تفاعل ألبان وهنود مافيا معناها ألبان مافيا وراه قال الباب اللي الشومبر قال كي غزرت من الوحده عندنا اكسري واحد اخر بربي نسموه نسموه باش نموت اليوم راني باش نموت لاني في دبي وفما توينسه في الحكايه راني باش نموت اليوم في دبي يا توينسه افهموا راني اليوم باش نموت في دبي كلموا لي القنصليه كلموا لي الدوله التونسيه حاب نروح لتونس بدوله تجي تهزني يرحم والديكم راني باش نموت لهني في دبي تبريوس ما شفتش اليوم جيت لهنا تبهدلت اون بليس بعد التبهديل راح موت اوكي ليش شو عملت انا جيت خدمت هون ومروح شنو المشكله يعني موت ليش موت لاني من تونس الشرطه ما توصلني الشرطه الامارات ما حابه توصلني المطار قالت لي نو بتطلع بتاكسي بتروح المطار ليش انا خايف هو يحكي مع حتى ولا واحد يسجل من علاش قلب لبناني كان يحكي نورمال بعد ولا يحكي لبناني هو يحكي على البوليسيه دقيقه يحكي هو يمكن بنفس اللهجه اللي يحكي بها مع البوليسيه على خاطر ما يفهموش بالتونسي دونك هو حاب يوصل كيفاش حكي معاهم باهي اوكي يلا المهم سمير الوافي بيدو تحيه هو بيدو تفاعل وقال اللي وصله ميساج من عند سمراء وقال له راه هو يحب يروح ويطلب منه انه يتدخل وبالفعل معنا باش نعطيكم الخلاصه نتاع الستاتيو اللي كتبه قال لي هو تدخل وكلم السفاره ورئاسه الجمهوريه وخليه سمراء انه ينجم يروح لتونس مشي للمطار لكن ما راهو لما هو ما نجمش يتعدى على خاطر تو سامبلومون لقاوها ابارامون متعاطي مواد مخدرة مواد مخدرة دونك ماهوش في حالته العادية دونك توقف توا ثابت معناها كلاي بي بي جي عمل فيديو ديجا كلاي بي بي جي عمل فيديو قال ماذا بينا السفارة تقف مع سمراء مالو لمواطن تونسي على خاطر غادي القانون في الإمارات لا يرحم الحاجات كيما هذه منولو كان الباهي هو في ضيق معناها في الإمارات إذا كان هذه الحكاية غادي قوانين صارمة جدا 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 قطر والإمارات في علاقة بالاستهلاك وغيره وكذا إن شاء الله ربي يفرج عليه معنا ما نعلقوا ما إن شاء الله ربي يفرج عليه معنا معاكم رفيق السفارة اللي غادي خويا ما نجمش يلقاو حل يلقاو له يعملوا له محامي يعملوا له محامي يعملوا حاجة ما هبطوا شيء مش يعملوا له محامي معناها كيما أنت تو اليوم مثلا مواطن أجنبي يعمل حاجة في التريتوار يعملوا له محامي سفارته باش تعمل له محامي بعيد على بعض إذا كان فرنسا ولا أمريكا بضغوطات باش تعدل الأمور خاطرنا دولة ضعيفة هل عندنا احنا ما يمكننا باش نعملوا ضغوطات على الإمارات باش تخرج مواطن تونسي عامل خطا غادي ما نتصورش اتمنى الحبس حتى حد ربي يفرج عليه ان شاء الله وخي زيد شويه ما التضامن اوكي هو تو في مهنه شهر بيفرج عليه ماشي الامارات وتعرفها شنو هي الامارات وتستهلك وخارج هكا في الشارع سبحان الله يا رفيق سبحان واحد الله غلط سبحان الله يا رفيق واحد غلطتي احنا انت مشينا يا خويا انا رسالتي للي من بعده للي طالع من بعده يعمل حفله كان ما تشدش روحك خويا ما طلعش الامارات كيف سيجار وزتله لهنا في تونس تعدلك مع كيف وغادي تعدلك بحياتك الكل شنو معناه ما انا نوعين في العبيد زيد ربي يبقي عليه الصبر وان شاء الله ربي يفرج عليه ان شاء الله ربي يفرج عليه وفات الاخبار هنا بوكس نيوز كلها بوزيتيف فايف الفيديو نتاع الوطنيه والله ما شاء الله نجم تحبوا تبدلوا شويه جو نبدلوا شويه جو على التلفزه الوطنيه يلا سيدي معنا في التليفون كلامنا على 31 380 الف علي جلاسي علي شنو احوالك؟ لاباس عاشولك الصحه بخير الحمد لله شنو تعمل في الدنيا سي علي؟ هذا في الناس شيخوخه
خدام ايه هو احنا فين خدمنا توا في الدار توا الريتريت الريتريت وجيت اسمه سلمنا في الدنيا وجايين بالاخره ان شاء الله لاباس 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 عمالي متزوج عندك صغيرات عندي متزوج عندي زوجات ما عارفين يا ربي يفضلها ربي عايش ولدي وعندي زوجات بطل يا ربي يحل البيبان ان شاء الله. يا عم علي نلعبوا على 500 دينار كاش من اهداء مصرف الزيتونه. والسؤال يقول شنو اسم الخدمه نتاع المصرف عن على خدمه البنك عن بعد اللي توفرها مصرف الزيتونه لحرفائها باش يتبعوا حساباتهم يقوموا باي عمليه من الابليكاسيون والا على الانترنت؟ معناها باش تولي امورك الكل جاريها بالابليكاسيون والا سير انترنت. شو اسم الخدمه هذه السيرفيس هذه شو اسمه؟ نسمعوا اميمه شو اسمه؟ اسمه نت بانكينج. نت بانكينج الحاجة سيد علي اسمه ماي بانك. ماي بانك ناصر تواصل. تواصل ابليكاسيون تواصل. ناصر يقول لك هيا ما بين الحاج والناصر والسندريلا شكون تختار عم علي؟ يا عم علي انت اخذلي اخذلي انت شكون الاقرب لك هكا وحدك وحدك ساعه تو نعاونك انا من بعد عم علي اميمه الحاج ولا الناصر؟ اقرب لي هما فما زوز باللونجلي ماي بانك ونت بانكينج وواحده بالعربي تواصل وسيد النبي وفرحنا به سيد النبي عربي دونك شنو نختاروا؟ يا عم علي شنو نختاروا عمالي؟ زوز بالانجلي واحدة بالعربي تواصل. واحدة بالعربي وسيد النبي عربي تواصل. عمالي لهثني وانا قاعد في الكرسي. مبروك عليك 500 دينار. مبروك عليك 500 دينار كاش من اهداء مصرف الزيتونة علي جلاسي كان معنا من باردو. نسلموا عليك ان شاء الله عيدك مبروك. كان عندك على شكون تحب تسلم؟ نسلم عليكم الكل واحد واحد وان شاء الله عيدكم مبارك. عايش وربي ينوركم كيما تطوروا فينا ديما. ربي يخليك وراكم ديما نمبر وان اللي ليا فهم صفه عارفه. ربي يبارك ما قالك يا عم قال حد لحد. ربي يخليك يفضل ربي يعيشك وربي يفضلك. ربي يعيشك يا عم علي وربي يفضلك وان شاء الله. سلم عليكم ولدي كل سلم علي سلم علي برشا سلم عليك برشا عم علي مبروك عليك 500 دينار من اهداء مصرف الزيتونه. زيتونة الخير مع مصرف الزيتونة. يلا عنا فاصل سبيسيال رمضان 47 دقيقة نعملوا تلا نشوفوا صديقنا رامي مش حضر في الرادار وبعد كويز الدين نخدموا به ساعتنا الثانية من راف مانكا. غدا الكورونا طولت الحق بتاع ربي وبدينا نفدوا منها ويمكن اخيب حاجه فيها اللي ما نعرفوش وقتش باش توفى. لهنا امين قارة حب يجيب فيها حمزه البلومي هاكا شويه وقال لك علاش ما نسالش وقتش باش توفى الكورونا وشكون يسال انتم حسب رايكم؟ منظمه الصحه العالميه لا ماش مدخلها هي وزاره الصحه نتاعنا لا بيان سور ماش تفهم فيه قرر يمشي يسال اكثر انسان يفهم في الكورونا. طلع شكون هاي طلع ما بيجي فيجك والله السؤال هذا مهم برشا. اي كورونا باش تقعد معنا ولا قريب تمشي على روحها يا محسن؟ بيت اليوم مش بيت حسب بلورة هاي بلورة قدامي. مش اسأل محسن العيفة يا غالي ماذا محسن كوفيد يعيطولو واكي تقول محسن العيفة تقول كورونا معروفة ما محسن فايزر ملاوينك انت لا ومحسن العيفة حاضرة ومقتنع اللي هو يعرف وقتش بشتوفة الكورونا مالا يدي نهبلوك احنا البلورة هي كورونا كم بدينا لكنها مش تقعد تعيش معانا 5 سنوات. اه شقاولك حسب البلورة 5 سنين ملاوينك ينظف انتخابات رئاسية غالي الهيئة العليا لانتخابات الكورونا ملاوينك يحكي معانا لا والبيه في محسن العيفة يفسر زاد عليش ملاوينك 5 سنوات من هنا العام 5 سنوات اربطهم معنا عام. اه شنية اربطهم معنا عام يا ولدي شنية اللغة هذه يا ولدي تحكي بالعبري ولا كيفاش من اربطه معنا عام يا اخي الخط نتاع البلورة خايب ولا كيفاه ما نجمتش تقراه يا ولدي شنية الحكاية شنية الجملة هذه يا ولدي سمعت كل حاجة إني أفهم كلمة ما فهمتش حاجة خالص. أما كل حاجة تاخذ حقها الحكم تاع ربي محسن العيفة تقول عليه كل شيء أما يحكي كلام علمي ما لا أمور استاتيستيك لو يهبلك يهبلك. أسمع أسمع استنى زرقوني مسايب علينا أكل فرحة العيد تاع الدبش وكذا وكذا
30% صعيبة. عايش وزرقوني يا بابا. 30% ملاوينك انت معروفة. 40% زاد نقول تحب تنوع انت في اللغات وكذا تقول لهم 30% 60% فهمت لي هبلك لغات يستريسيك لغاتك يا محسن. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان والله تعبان. والامور العلمية ذي اختصاصاتها وعندك بار اكزومبل محسن العيفة سبيسياليتي كورونا وستاتيستيك. عندك زاد الامين النهدي سبيسياليتي كواكب راهو عنده سيف الجمل يا ولد الناس بيتها داخلة بعضها في جرد. الوحيد اللي ما يزموش يتكلم على الجانب الإنساني هو منشي. يعني لو كان تاخد الكرة الأرضية وضواحيها والناس اللي فيها. شنية؟ الكرة الأرضية وضواحيها الكرة الأرضية وضواحيها. ليه غالي ليه تونس العاصمة وضواحيها ذيك التقالفة ذي المغرب مع شقال الفطر يا بابا. ليه ماما كرة الأرضية شنية إيش من ضواحي عندها؟ زحل والمريخ ضواحي متاحة معناها ما شنو فما تناه الضاحية الشمالية يجي من غاديك يجي من زحل وهو هابط للأرض يا ودي شنية مع حمام لنف تقول أنت زحل بريسك حمام لنف نفس الكونسيبت يا ودي شنو تو عرفت هنا بجد عرفت هنا تعيزي. وكما قلت لك كل واحد وسبيسياليتي نتاعو. بار اكزومبل عندك زيد سيمي بن نور. سيمي بن نور سبيسياليتي نتاعو الفكاهة. الله صلي على النبي. خمسة وخميس على الخفة يا بابا راهو خفة الظل عنوان يا ولدي تفادلك عنده ناس وملاوينك انت. كيفاش تحل مشاكلك انت بالحوار؟ حوار توسي. يا بابا لا عاد مش تضحك وحدي والشباب يقعدوا اوكي ما نحرموهمش ايجا من غادي كترة اضحكوا. يا ربي حلوا مشاكلهم بالحوار. الحوار التونسي اسمه فكاهة لايكا. هذايا تحس لايكا بيد هتفدلك ملاوينك انت ملكي في الدار يقولوا لك حل التالزة تقولهم تالزة تي في. خايبة ياسر تعليش حاشمة خايبة ياسر خايبة أكلي خايبة. آخر 10 دقائق في ساعتنا الثانية من رف ماك توت سويت كويز الدين. سؤال رقم واحد باي لوليدي في فورما آخر 3 أيام هذوما عيد بالأربعة ولا بالخميس؟ نحن بالأربعة نرى نهار الجمعة مانيش خدمين وإذا نرجع نهار الخميس احنا إن شاء الله نرجع لعيشة العسافر وقومين بكر هذيك إن شاء الله نهار ما فماش حل يا أخوي. حاب تمشي مع خلود نمشي نص نهار ميدي دو والله نمشي والله همشي انت مش نمشي ومعناها تو تفهمنا احنا ولي دار الكرني كوري متقلق في الوقت يمشي الوقت اخر باش ما نخسروش الافكتيف على الراديو. معناها نجمو نبعثوك انت مثلا نجيبو طارق كحلاوي معانا ولا انت تصورك تشيخ على خليل صح؟ خليل اي صديقنا سلم عليه برشا. باهي اي سؤال رقم واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا ماذا؟ لا يرد القضاء يبدأ القضاء هابط يخفوا لا يرد القضاء والله فيها وعديها راه خدت ثم دعوة يقول لك ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه نجم نتقول فما مثلا راتب النابلسي يقول أنا أسأل حتى رد القضاء معناها علاش ربي نستكثر عليه أنا الحاجة معناها باش تصب عليها معناها فيها وجهات نظر وكل واحد كيفاش يخزل التعامل مع ربي برنس رضاء الوالدين باه نحي لي تليفون من عند رجعت رجعت سي جاتك البون ريبونس ناصر لا خليه تم بعد اي ناصر الصدقه سونيا صدقه جاريه صدقه جاريه برهان الدعاء سندريلا دعاء طبعا ورحمه باب هي جات الريبونس اما باش نقول الدعاء علاش ذكر وقت الشيخ مشفر وقت انا ما حبيتش نحضر قلت لي احضر قال كي نقول واحد يبدا قاعد يقول استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله وكل قال لك حك تبدا حاجه تجيك دونك صاوك شيء بالمار بالموس لا يرد القضاء الا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الا دعاء الاجوبه يا ارشف يا بابا اجوبه صحيحه وتشبيهه العلماء يقول لك ساعات الدعاء يتلقى في القضاء ويقعدوا يتعاركوا ليوم القيامه وكل قضاء ذاك ما يهبطش عليه كما قلت راتب النابلسي كان تفرج له فيديو يقول انا اسال الله رد القضاء هو قادر معناه هو حر في ملكه معناه تكون هابط عليك حاجه ترجعها بالدعاء راتب النابلسي شنو هي من الايام الخمسه هذا من العلماء المسلمين لا 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 ل
ربي يستر ساعه الخاف ريت عليه ما كرناش سامحوهم ريت علاش ما كرناش سامحوهم ريت سامحو يتمرد عليك سؤال رقم اثنين اليقظة تربيت من عليه كانوا ما يرقدوش رجال اليقظة يتريتحوا ترقد تو يمشيو يصليو الظهر اي نحصروه جيري زياد نعطي العصا السؤال الموالي حديث هذا للرسول قال صلى الله عليه وسلم هذه الصفة قال تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حذر منها في العبد شنية تأكل الحسنات حسنات تبدأ عمل أنت حسنات الحاجة هذه تبدأ فيك تأكل الحسنات كما يأكل النار تأكل النار ألا حطب صفة صفة فعل صفة ولا فعل صفة ولا فعل صفة معلومات برنس من الصفات الخائبة هو الحسد الحسد زيادة حقرة 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 خاصة حقرة تكون حقرة تشكون اليه الياتي اليتيم اليتيم صحيت بر ما نسيته جمع اليتيم النميمة حقرة اليتيم الراف ناس النميمة النميمة سونيا وي نجمو يكونوا برشا بغض الحسد النميمة اي يعطيهم هكا بوكي اعطينا حاجة تاكل الحسنات البغض والحسد برهان هذيك الاغتياب النميمه الاغتياب الغيبه سندريلا الرياء الرياء برنس قلت لك الحسد الحسد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في زيادة صفة مذمومة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب عندنا أجوبة صحيحة هي الحسد الأجوبة صحيحة المعدة تخدم معكم عام مش عارفة اللي انتم عندكم ثعالب في مخاخكم عاش تقايد قبل ما هم يكملوا الكل خطوني عسوا عستيلو شي يكتب انت كي تعمل هكا واحد أوب يلقطوها الأخرين ويقولوا الحسد والله ليه يا رفيق انت وحدك حد بجيت انت مخك والله فطنتنا بحاجة هذا كلام العارف تحيل صح عليكم غوصت وقتنا في حبيت وكل رفشت ورفشت ورفشت ربي يرحم عزيزي ربي يرحم عزيزي السؤال الموالي خلينا نشوف أسئلة سهلين شوية السؤال الموالي والله يسلموا عليك جماعة الجلاز يا الراف نسيت ما قلت لك شو والله ريتك في حاجة ورحمة بابا القبارة وكل يسمعوا فينا قانونا سلم لي على رفيق والله يا سنية تراب توه بجدة يصدق جمش للنصر والله يا رفيق وعم حسي هاني نعطيك ملك هذه يحضر وهي معروف كان عم حسي سلم على حد ما معروف والله يا رفيق من مصلحتك النوبر وعم حسي ربحوه في الزيتونة غدوة وبعد غدوة عم حسي ربي يرحمنا إن شاء الله تحية لعم حسي وماذا بيه يخلب راديو أخرى والله يحبك يا رفيق لما يموت حتى حد ناقص عمر 130 140 160 ان شاء الله موت ربي راضينا علينا والدينا راضينا علينا يلا السؤال الموالي قال الرسول صلى الله عليه وسلم البخيل هو من هو البخيل صلى الله عليه وسلم البخيل هو من هو البخيل تعريف البخيل بمفهوم الآخرة بيان سيور برنسا هو اللي ربما اللي يقصر في الصلاة يقصر فيها يبدأ مزروف في الصلاة ولا هكا منطقي برهان لا يتصدق لا يتصدق سندريلا ما يذكرش اسم ربي معناه في النهار ما يذكرش اسم ربي سونيا ما يذكرش اسم ربي مثلا الناس مثلا بخيل في ذكر الله دي ما تذكرش اسم ربي ما زيد ما يصليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم ساعات نعملوها احنا في البلاتو البخيل ما نصليوش على النبي
هو من ذكرت عنده فلم يصلي علي مثل ألا بخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه وصليتنا على الرسول رحمة لنا سيقبل كل شيء لأنه كل ما تصلي على الرسول ربي ولا ملائكة يصلي عليك صلى الله عليه وسلم ويردنا السلام ويردنا السلام يا سيدي نمشي للسؤال الموالي السؤال الموالي والله هي دلوح في راسه يا ربي مش صحيح مش مصدق معناه هو يقول لك ميمذية انا منين جاي انت دلوح في راسك على شنو مفهوم كيلو صغار في سنه رابعه دل اوكي دلوح في راسه التهمه خاطر خايبه انا نعطيك كوره باش تمنع روحك لا رد السلام كل هذه احاديث الموضوع موضوع اي كلها حديث موضوع من انا ما نناقش حديث موضوع ولا تعرف اللي هو حديث موضوع اي انه يرد السلام اما هو محلاه مساش كي تتخيل انت تقول صلى الله عليه وسلم هو يرد السلام تشجعك باش تصلي على النبي صليت على الرسول عادات شبيك يا ودي هترت لي يا ودي هو قالت يرد احنا كي نبدا نقول صلى الله عليه وسلم سيدنا يرد في السلام اي غير اسمعني تحب تقبل الدين في البعد الاسطوري الخرافي تنجم تقبله تحب تقبله كعقل انا نحبه كعقل كعقل نفسره عقليا منطقيا بالمنطق بالأشياء بالواحد أنا من الأنصار الرؤية العقلانية لدينا هكا تزيد تتدين أكثر وتتمسك بدينك باح أوكي ما نحلوش كلمنا طارق وهذه قاعدة بعد الفطار نمشيو للسؤال الموالي السؤال الموالي الرسول قال عليهم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن شنو هي الراف كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ربي يحبهم يوزنوا برشا في الميزان وخفيف على اللسان شو ما كلمتين هذوما ناصر تكبير والتسبيح تكبير والتسبيح زيادة الحمد لله ايه الحمد لله الحمد لله سونيا نعرفها انا باهي برهان الحمد لله الحمد سندريلا سبحان الله برنس الحمد لله ديما تحمد ربي سبحانه وتعالى حبيبتين الى الرحمن ثقيلتين في الميزان خفيفتين على اللسان سونيا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جواب صحيح نقطه لسونيا الدهماني سبحان الله هذا حديث الرسول عباره سبحان الله نبدل الحديث رفيق كلمتين سبحان الله وبحيك الرسول لا هذه ساعه سيده برموهتر والمخرج رد باله معناه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذوما الكلمتين ويا ناس لا 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 هاي نمشيو للسؤال الاخير لانه ما عادش وقت هي ما تكفيش كلمتين يا رفيق جملتين صلى الله عليه وسلم قال قال الايه هذية لو اخذ الناس بها لكفتهم الناس لو اخذوا الايه هذي برك الايه هذي برك لكفتهم دنيا واخره يعيشوا بها شنو هي الآية زيادة؟ دخانة صورة ذيك مش صورة آية في قصار صور قرب معروفة الآية يقولوا من أمنوش بربك تقول أنت ما تأمنش بربي أغزر روحك آية 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 قال الرسول لو أخذ الناس بها لكفتهم فما هي الآية؟ معناها كان خذوا الآية ذيك برك من الدنيا الكل من كل شيء راه تكفيهم على كل شيء الآية برك هذه من القرآن هذيك آية من القرآن تكفي كل شيء ناصر قل هو الله أحد قل هو الله أحد برهان ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. باهي سندريلا. عندي قول. اي الكرسي. باهي برنس. ياسين والقران الحكيم. باهي. انك لمن المرسلين. باهي. اي الكرسي. زين. ياسين ياسين تقول لك هي الايه في سوره الطلاق ولكن معروفه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الرسول قال لو اخذ الناس بها لكفتهم الايه هذه لانه في تقوى الله الدنيا تتحل في وجهك والاخره تتحل في وجهك الايه من سوره الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فماش اسم النبي اسم الرسول كانوا نقعدوا في هذاك ما عدنا نتعوا في البالي رغم ذي النتائج مشرفة عنا ثلاثة في الواحد الحاج السندريلا وبرهان بسيس الله أكبر زياد وسونيا التعادل في الزوز نقاط وتصفيق تصفيق الناس البدوي في الصدارة أربع نقاط ناصر البدوي
عارف عليك ناصر لابد شنو؟ برافو ناصر برافو. عنده بلوس كات من هالخميس في الاكزامي هذه. يلا كانت هذه ساعتنا الثانية، نتلقى بعد شوية مع الشيخ مشفر، ما تبعدوش. يا فاهمة آخر نص ساعة في حلقتنا لليوم يلتحق بنا كيما جرت العادة في شهر رمضان المعظم. شيخ علينا بقعة بعد العيد في رخمك ترجع مدينة الشيخ محمد مشفر. شيخ مشفر مرحبا وبيكم أكثر، ربي يفضلكم لكل جماعة الاستديو السامعين، وربي إن شاء الله يطول في أعماركم ويعطيكم الصحة والخير لكل تونس الكل. آمين, آمين يا ربي، ربي يحفظنا الناس الكل. ساعة ديديكاس بربي قبل ما تفوتنا الحلقة. ديديكاس من سليم، من سليم السيدة بن فضل دو لابار دو سليم، هكا سعيدة بن فضل منيش غالة الشيخ معناها الوالدة نتاعو، الوالدة نتاعو هو في البنك الزيتونة في واضح ذكر. دونك صديقنا من مزرف الزيتونة سليم يسلم على والدته سعيدة بن فضل ويقول نحبك وربي يفضلك ليا، ان شاء الله عيدك مبروك يا سليم وان شاء الله ربي يفضلك الوالدة. باش نحكي الشيخ ساعة في اخر ايامات شهر رمضان داي مجرب في رمضان يا شيخ وفي شهر التقوى وشهر الدعاء وشهر والله. البركة وشهر الرحمة، ربي إن شاء الله يكون تقبل منا ومازال صالح الأعمال في هال 48 ساعة اللي مازالوا. باش نحكيه على الصبر وما أدراك ما الصبر، مطالبين كونوا عنا من الخصلة هذه في الحياة الصبر مع الشيخ محمد مشفر. ربي يبارك فيك إن شاء الله. احنا هالنعمة الكبيرة هذه اللي ربي سبحانه وتعالى بشي جازي عليها كل من تصف بها صفة الصبر، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقال ولنبلونكم بشيء بشيء، مش الخوف الكل، لا لا لا، لابد الإنسان باش يصيبه شوية من الحاجات هذوما، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. في الأخر اش قال؟ وبشر الصابرين. شنو معناه؟ بشرهم، إذا قالك بشرهم معناتها راي كل الأمور مريقلة، ما عادش يخافوا من حتى شيء. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذه يرى فيها حاجة عظيمة ياسر، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تصور هاي يقول لك هاي خزينة، حل ريتك الفلوس اللي موجودة غادي هز من غادي عرستين، أي ولا يقول لك ريتها الخزينة كلها هز إيش تحب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كل مشكلة تعرضك شوية صبر وشوية صلي وتشوف والله العظيم بإذن الله كل شيء يتحل. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الشاعر يرحمه شو يقول؟ يقول الصبر كالصبر مر في مذاقه، الصبر راهو كيما المر والصبر، المر والصبر ايواه اكل يفطموا به النساء يشريهم سيدي محرز حجره كحله والعياذ بالله، كيف تحطها شويه في صدرها ويمصها صغير مره اثنين ما عادش يدور بالحليب جمل. ما لا الصبر كالصبر مر في مذاقه لكن عواقبه احلى من العسل. اصبر وشوف العاقبه احلى من العسل، احلاه البيت نعاودوه. الصبر كالصبر مر في مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. وإحنا نقولها حتى بالدرجة، الحياة حلو ومر حتى يتعدى العمر، والمر وصبر، المر وصبر به. إحنا هنا اخترت لكم حاجة، أنه الإنسان راه معرض للابتلاءات سواء بالباهي وإلا بالخايب، لكن هالابتلاء إما ينجح فيه وإلا يدوبل. احنا ان شاء الله من ناجحين الناس كل. هذه حديث سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان ثلاثة من بني إسرائيل، يحكي لنا سيد النبي هذه، أبرس وأقرع وأعمى. أبرس مريض برس، أقرع ما عندوش ما منتها شعر جملة لا في حواجبه ولا في عينينا مرض، وأعمى. قال ربي حبي ابتليهم، بعث لهم ملك جاء للأبرس قالوا أي شيء نحب إليك؟ إيش تحب أنت؟ قالوا أنا نحب لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه قذره. قال كل أبرس مسح بيده الملائكة، راه الملك ما رجله هو ما يتخيبوش ملائكة، هو جاء في صورة راجل
هو مسح عليه سبحان الله ولا عنده جلد طفطة. قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا محلك الجلد اللي ولت عنده. قال فأي المال أحب إليك اشتهب؟ قال الإبل. أي قالوا به أعطاه الناقة عشرة أكل حبلة، يقولوا ناقة حبلة معناتها. قالوا بارك الله فيها. تعادل الثاني الأقرع اشتهب؟ قالوا أنا نحب شعر يولي لي معناتها ما شاء الله فهمتني فريزي، ويولي معناتها مرة نمشط مرة نعمل كذا مرة كذا أي، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس، الناس ولت ما عادش تحب الدور بي. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا ولا زين يوسفي. قال فأي المال أحب إليك إيش تحب أنت من الفلوس؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملا بقرة حبلة وش قالوا بارك الله لك فيها. جل الأعمى قالوا أيا أنت أحب شيء إيش تحب؟ قالوا أنا نحب ربي يرد لي البصر متاعي. فأبصر الناس فمسح مال كيف يولي يخزر بعوينات، والله مصلي على النبي الله ينحي علينا عينين، واللي يبتليهم ربي صح عليهم من أهل الجنة وربي يرزقهم الصبر وربي يشفيهم جاه القرآن العظيم. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. قال برا بعد مدة أمشي يا زمان ويجي يا زمان، جاء قالك هذا ولا عنده واد من الإبل، هذا واد من البقر، هذا واد من الغنم. أرجع لهم الملك في صورة معناتها بشر آخر، طوى بشي شوف طوى الابتلاء، ربي نجحنا بجاه القرآن العظيم ولا يدوبلنا. قال للولاني آي سيدياه، قال جاء للولاني اللي هو معناتها الأبرص. فقال رجل مسكين جاء في حواج قطع وكذا، قالوا أنا فقير قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أنا ما عندي كان ربي ثم أنت ترى. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال معنتها بعيرا أتبلغ به في سفري. قالوا كما يسترك جميل نمشي به للسفر نتاعو. جمال قالوا حلو من الكل خير من الكل، ناس تريف خبزك ديما كذا جمال ما فماش. قالوا هالجمال انا عندي برشا شيء وكذا وكذا. قالوا عجب. قالوا مش انت لا؟ قالوا لا انا شيء، انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر البوع جدا احنا لبس علينا وكذا زاد كذب. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. أيا كان أنت كذبت علي الله يرجعك البعيدة اللي كنت فيه. وفعلا ذاك صار. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئاته فقال له مثل ما قال لي هذا. قال له أعطيني حويجة محلى شعرك محلى زينك محلى قدك الله يفضلك، أنا راني انقطعت بي السبل وأنا إنسان مسكين وما هيش من منيش من البلاد هذه، أعطيني بقرة. بقرة قالوا والله ما صح ترقعة هذه الناس دينار 500 بقرة والله خير الكل. قالوا والله البعيدة لا تراها الساعة وأنا راني منش عندي تشوفية في الخير هذايا ماني عندي ما نعمل به وعندي وكذا وكذا وكذا. قالوا ما لا، قالوا مش أنت فلان فلاني اللي كنت تقرع؟ قالوا لا أنا ورثت بوع جد ولبس علينا وهك تشوف المنظر وكذا وقيس. قالوا ما لا كان البعيدة كذبت علي فصيرك الله إلى ما كنت إليه. كيف كيف جال الأعمى الثالث في الهيئة متاعه كذا، رجل مسكين انقطعت بي السبل راني مسافر. إيه قالوا يعطيني من الأخر إيش تحب؟ قالوا أنا نحب نعجة ولا علوش. قالوا نعجة ولا علوش يا ولدي ريتو هالخير الكل يا ولدي، أنا كنت أعمى مراش وجاني راجل ودعالي بالبركة راوت هالخير بجاه ربي هز اللي تحب، وكان أنا نرد لك حاجة ريتش هالخير كنت تحب تهز الكل هز أنا ثقتي في ربي اللي أعطاني زيد أعطيني. قالوا لا لا لا، قالوا أنا راني مالك بعثني ربي سبحانه وتعالى نختبركم، أصحابك الزوز خسروا في الامتحان وانتي هو اللي ربحت. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. عنا الصبر صبر سيد النبي صلى الله عليه وسلم كبير معناتها صبر عظيم ياسر. احنا نشوفه حتى وكان حنين ياسر صلى الله عليه وسلم. بعثت له بنته بنية من بنيات سيد النبي قالت اجري لي راه ولدي في مرضى قاعد يطلع في الروح اجري اجري اجين.
قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني قد احتضر فاشهدنا إجينا. فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ما مشيش. فأرسلت إليه تقسم عليه قد تبجاه ربي جاني لا يأتينه. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنه. فرفع إلى رسول الله الصبي صلى الله على سيدنا محمد الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع وهو معناته يلهث الصغير مسك على الأخر. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم وبكى. فقال سعد يا رسول الله ما هذا يا رسول الله أنت هكا ودموعك وكيف هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده مش اللي يجي هذه كفية. قال وقت اللي طلع سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الروح قعدت له من البنات وكانت السيدة فاطمة الكل هم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم بعد ما عرسوا جابوا الأولاد كل ماتوا في حياته. هذا الابتلاء العظيم تاع سيد النبي صلى الله عليه وسلم. عاد يروينا سيدنا أنس في هالفترة الصغيرة قال عن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب. صعيبة لتطليع الروح الله يحفظنا أما المؤمنين كلهم بحول الله خف طلع ليش خطى سيد النبي قال اللهم ثقل علي وخفف على أمتي. من وقت اللي سيد النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها الدعوة اللهم صلي على النبي. فقالت فاطمة رضي الله عنها وكربا وكرب أبتاه. فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قلت يا كرب بابا كيفاش وصل؟ قلت له قال لا لا بعد اليوم عشفة ما كرب أو خارج الروح. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. لكن كل هذا شنو علاش جبدنا معنى الحديث؟ معناتها الإنسان ينجم يخرج من فمه كلام أما ما يكونش موذي ما يكونش فيه معناتها كفر ما يكونش فيه حاجة اللي تؤدي وكل هذا ما ينافيش الصبر. فما دعاء الرسول في حادثة الطائف وانت عارف مني بها شيخ وفتنبشة يدعو بهم يدعو فيهم فتعرض للإذاء وتعرض لكل أنواع الإذاء وكأنه الرسول تمس وقتها تمس وما قالش أنا راه حكى في صحيح البخاري وصحيح مسلم يقول كأني أنظر هذا ابن مسعود يقول كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء هو على روحه مش على نبي صلوات الله وسلامه عليه. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. خطر هبط سيدنا جبريل قالوا أمرني طوى نطبق عليهم الأخشبين هذا الطائف هبش نرجعون قالوا نسكر عليهم زوز جبال وفاتوا في حياتهم. لا قال اللهم اهدي قومي مش كاو فإنهم لا يعلمون. يا ربي لو كان جاءوا يعرفوا زعما يعملوا هكا يا ربي راهم ما يعرفوش. وقت تضرب سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف أغراوا بيهك الصغار متاعهم والجهال وكل شيء ضربوه بالحجر حتى أدميت الأقدام متاعه وسيدنا زيد يدافع معناتها نقولوا بالبرنوس متاعه. قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي أي ولكن عافيتك أوسع لي. أي نعم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بك غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أكثر الناس بلاء وتعدى برشا محن كان يلزم فيها. أنت قلت على أولاده اللي توفيه الكل شيخ في حياة الرسول سبعة عنده ثلاثة أولاد ذكورة الثلاثة ماتوا هم صغار والكبار كلهم عرسوا جابوا الأولاد. السيدة زينب مسكينة هي فوق الناقة وجاها بار ذي من الكفار بالسهم يخوف فيها طاحت على كرشها وهي في الشهر الثامن ولا السابع تغفص الصغير في كرشها هذاك سبب موتها. وأي واللي فاتك أغرب جاسي هبار يحب يسلم قدام سيد النبي صلى الله عليه وسلم تنكس راسه
قاملوا سيد النبي صخايبه وسيد النبي باش يضربوا له قاملوا قالوا ارفع راسك يا هبار نحبكش تدخل السلام وراسك متكتك اللوطه هز راسك قالوا ارفع راسك يا هبار اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله يفسخ اللي قبله وماتوا بناته الزوج اللي خذاهم سيدنا عثمان خذا الاولى وماتت وخذا الثانيه معناتها السيده زينب والسيده رقيه والسيده ام كلثوم كل ماتوا في حياته وليده يحبه ياسر ولد بنته السيدة زينب ولد السيدة معناتها الثانية اللي بنت سيد النبي رقية معناتها ولدها ستة أشهر ينقروا سردوك بين عينيه تتعفن البقعة يكون سبب يشوف في بناته الكل توفي وذريته أحفاده وابوه ما راهش وامه في الأربع سنين حياة سيد النبي صلى الله عليه وسلم كلها تتسمى تعب. لو كان مازال عندنا وقت عندنا حويجه نتاع حبيت اسالك انا على الصبر والمعادله اللي تقول انه ان مع العسر يسرى مع ديما يقول لك راهي مع راه في وسط المحنه جاي الفرج راك وانت فك الصبر وقاعد تذوق في الامرين راه جايك الفرج يرحم والديك وجاي الفرج وذكرنا معناتها ان عقبه الصبر لكن عواقبه احلى من العسل. قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل كان عسر يغلب يسرين لأنه جات في الوسط بين اليسر واليسر وجات كلمة العسر. وعاقبة الصبر كان الخير الكثير. كان عندنا في هالمعنى هذين خمسة دقائق بإيجاز. أبو طلحة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى للسفر ولده مات فيك السفر هذاك وهو باش يجي فيك النهار هذاك حاسيلو دفنوه كل شيء وهو بجي جاء رجع لقى أمه سليم اللي هي مرته هي أم الصبي معندها ما قالتلوش قالت لا تحدثوا أبا طلحة بابنه يعيشكم مازال كي جا من السفر ما تصدموهش هذه أمه راه شوف القلب وحب ربي والإيمان القوي حتى أكون أنا أحدثه حتى عاد بنحب يقول له. فجاء فقربت إليه عشاء كلاه كذا تصنعت إليه تزينت كل شيء رقدوا ليلة هانية قام الصباح قالت وخزر باش نسألك سؤال أنت صاحب رسول الله قال فيسع قالت له توا واحد سلف طنجرة ولا كذا ومن بعد قال نحب متاعي قالوا الأخرين لا يا خويا ما نعطيوش عندهم الحق قال هذوما جماعة ما يحشموش قال لها قالت له مالا راه وليدك هذاك توفى واحتسب ابنك لله. فغضب غضب قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني تعشيت ورقدت وعملت مشايشك بها سيد النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاز. قالوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين برك قالوا بارك الله في ليلتكما. وتهبل المرأة ويجي وليد تجيب 9 علماء شيخ هذا عبد الله يجيب 9 علماء بك الدعوة انت سيد النبي صلى الله عليه وسلم من تعاقبة الصبر راه كان الخير في الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله ربي قوينا على الصبر وقت الابتلاء وربي يفعلنا صبرنا بالخروج من المحنة لا إن شاء الله هذي وعد من أزمة ويجعل لنا الفرج إن شاء الله بعد الصبر. شيخ مشفر سيعب ربي كلمة للناس اللي هكا يصير عندهم كيرو لاشمو رمضان وكأنه في البارح ومازالوا نهارين في رمضان شيخ مهمة نصليوا فيهم يا ولدي وليلة العيد احنا ما قلنا راو المشهور ليلة 27 ليلة راو تنجم تكون ليلة 29 تكون هي ليلة القدر في العشر الأواخر ما دام فما ليلة من ليلة راو تنجم تكون غادي. الحاجة الأولى وحاجة تنحكيوا على هي ليلة العيد وعلى ما فيها من فضل وهالليالي هذوما الخرانين والأيامات ونكثروا من الدعاء ما دامنا يا خيال يا راي الملايكة هابطة طالعة زيدوا خم وراء والبيبان جهنم مسكرة بيبان الجنة 8 محلولة نفحات موجودة وردوا بالنا نأيزوا مازال حتى بعد رمضان إذا كملت ربي وفقك وعملت 6 أيام أخرين من شوال دبرت كأنك عام كامل وانت معناتها صايم قايم ربي يتقبل منا إن شاء الله. ندعيه يا شيخ وإحنا في شهر الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا عالما بأحوالنا يا عالم السر منا
لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. يا رب احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. يا رب يسر أمورنا. يا رب فرج كروبنا. يا رب اغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم عيشة هنية ميتة سوية مردا غير فاضح ولا مخزي. يا رب العالمين نسألك رزقا واسعا. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. يا رب العالمين بجاه القرآن العظيم اشفي مرضانا وارحم موتانا واجعل الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم بجاه القرآن العظيم لا تمتنا حتى نصلي في القدس وقد طهرت. يا رب فرج كرب فلسطين. يا رب فرج كرب سوريا. يا رب فرج كرب العراق. يا رب فرج كرب ليبيا. يا رب فرج كرب اليمن. فرج كروب جميع المؤمنين والمسلمين في كل وقت وحين. وارحم يا رب هذه الأمة وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. يا رب يا رب يا رب يا رب رفعنا إليك الأيدي فلا تردنا خائبين. سبحانك 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربي يتقبل منا ومنكم. شكرا لك شيخ مشفر. كانت هذه حلقتنا اليوم من الراف ماك. شكرا لك كامل الفريق خليل في الاخراج سيرين في الاعداد قسم ديجيتال. ملتقانا ان شاء الله نهار غدوه. ملتقانا غدوه كالعاده من ولي ساعتين حتى للاربع ونص. ربي يتقبل وربي يعيننا على فعل الخير في اخر نهارين من شهر رمضان المعظم. السلام عليكم. برشا شهيه باهيه للجميع.